ننهي هذه الفقرة المتعلقة باستعراض الأخبار بواقعة لها علاقة بأسد. تمكنت سلطات الحجر البيطري ورجال الجمارك بمنفذ السلوم البري من ضبط أسد تم إخفائه داخل صندوق أسفل إحدى جوانب سيارة في محاولة لتهريبه. وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والدجنة والأسماك إنه المهربين كانوا ينوون تهريب الأسد الرضيع إلى ليبيا. وأكدت أيضا أن الحجر البيطري يشدد الإجراءات المتبعة في المنافذ الحدودية من أجل حماية الحيوانات البرية من مخاطر التهريب أو الإتجار بالبشر، وأشارت إلى أنها أصدرت تعليمات بنقل الأسد اللي تم العثور عليه إلى حديقة حيوانات الجيزة. لمزيد من التفاصيل بتنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والدجنة والأسماك. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك والساده المشاهدين. خلينا نعرف من حضرتك في البدايه تفاصيل الواقعه، يعني كيف بدات والى ما انتهت. عايزه اقول لحضرتك ان الحجر البيطري قايم بدور كبير جدا في مراجعه ومتابعه التهريب بشكل عام في المنتجات الحيوانيه، وزي ما حضراتكم عارفين ان الحيوانات البريه ممنوع الاتجار بيها، ودي كانت النهارده لما حصل ولقوا شبل من أشبال الأسد متهربة تم التحفظ عليها طبعا ومنعها من التهريب، لأن ده كان في محاجر أو كان في منفذ السلوم، وده يؤدي إلى تهريبه إلى ليبيا. الحقيقة طب هو أصلا خرج منين؟ يعني منين قدروا يهربوا الأسد؟ لا، هم احنا لسه بنتحرى هو أصلا جاي منين، لكن النهارده احنا تم يعني النهارده التحفظ عليه ونقله لحديقه الحيوان، واحنا لان في فعلا ناس بتربي الحاجات دي، فاحنا هنوصل اكيد للمعلومه الصحيحه هو جاي منين، وعلى اساسها طبعا احنا عمل محضر للمهرب وتم مصادرته. طيب هو هل بيكون في هناك اسس معينه لنقل الحيوانات البريه للخارج؟ ايوه طبعا، ده دي في مؤسسه عالميه مسؤوله عن ذلك. والحقيقه احنا عندنا مسؤول عن الحياه البريه والدكتور رجائي رئيس الحدائق الحيوان، وهو بيها نظام وبروتوكول ليس للتجاره لكن ممكن للتعاون ما بين البلدان، زي حديقه حيوان لحديقه حيوان اخرى طبقا للبلدان وليس للاتجار الخاص. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والدجنة والأسماك.